مساء الخير مشاهدينا الكرام، حلقة جديدة من هذا البرنامج. في هذه الحلقة مشاهدينا سنفتح ملفا جديد، وكالمعتاد في كل حلقة نفتح ملف. هذه الليلة لاحظنا في الأيام القليلة الماضية إشهار اللجنة المالية في هيئة الضلة الشعبية بجبهة إنقاذ الثورة، والتي كشفت في تقريرها عن مليارات الدولارات من الفساد في وزارة المالية ومرافقها. في هذه الحلقة سنتحدث حول فساد الجمارك. مشاهدينا، نحن حاولنا التواصل مع الأخ محمد زمام رئيس مصلحة الجمارك، لكن تلفونه مغلق. لذلك سنحاول نتطرق لأبرز نقاط الفساد في هذه الحلقة. سيكون ضيفي الأخ عبد الغني محمد سعيد الحميدي، رئيس اللجنة المالية في هيئة الضلة الشعبية بجبهة إنقاذ الثورة، نائب مدير عام الرقابة والتفتيش سابقا في رئاسة مصلحة الجمارك. أهلا وسهلا فيك أستاذ عبد الغني. أهلا وسهلا. مشاهدينا الكرام، نحن حبينا أن نكشف لكم أبرز نقاط الفساد ما تناوله هذا التقرير، لكن قبل الحديث حول هذه النقاط التي سنناقشها الليلة مع الأخ رئيس اللجنة المالية في هيئة الضلة الشعبية كما ذكرت لكم سلفا، نتابع هذا التسجيل لرئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي حول ما تحدث به في إحدى خطاباته عن المالية والفساد الذي يدور في بلادنا. نتابع هذا الخطاب ومن ثم نبدأ حديثنا، تفضلوا بالبقاء معنا. والفساد المالي الذي يجري الآن بيستمر بهذا الشكل، ما لقدر لبن اليمن الجديد يجون ويشل يصور أرضية، صورة الأرضية، وطرح عليها مشروع بالكمبيوتر مرسوم بس بالكمبيوتر يعني، وجابوا للإدارة المعنية، وقعوا المهندسين، وقع المدير العام، وقعت الإدارة المعنية، وسرحوا لوزارة المالية ووقعت لهم، وتم الصرف 1.5 مليار والمشروع مش موجود على الأرض. روح صور ما فيش مشروع. هذه أشياء يعني مذهلة. الأخ وزير المالية قال إنه بيعوض المقاولين الذي ما استلموا شيء مستحقاتهم في عام 2011-2012، لكن هل هذا التعويض حقيقي على الأرض موجود ولا غير موجود؟ أنا السؤال. يجب العمل بدقة في هذا الموضوع والتأكد. عدنا إليكم مشاهدينا الأعزاء بعد أن تابعنا مقتطف من خطاب لرئيس الجمهورية حول ما يدور من فساد في وزارة المالية، وتحدث رئيس الجمهورية عنه وهو يعلم عنه جيدا. إذا ربما نقول يعني للأخ رئيس الجمهورية العبد الرب منصور هادي، يبدو أنك حريص على الوطن، لكن يجب أن يعني يتبع الحديث يعني أمر واقع شيء على أرض الواقع، هذا ما ينتظره المواطن اليمني منك سيد الرئيس. أعود إليك عبد الغني. وأخي عبد الغني، نحن في الأيام الماضية طالعتنا إحدى وسائل الإعلام بحديث حول للأخ محمد زمام رئيس مصلحة الجمارك تحت عنوان ارتفاع النشاط الجمركي خلال 10 أشهر الماضية إلى 224 مليار ريال يمني. طبعا مضمون هذا التصريح بلغ اجمالي عام النشاط الجمركي خلال فتره يناير اكتوبر، يعني 10 شهور من بدايه 2013 الى شهر اكتوبر الماضي من العام الجاري 224 مليار و547 مليون ريال، شامل الرسوم الجمركيه والضريبيه ورسوم العوائد الاخرى والرسوم الجمركيه المعفيه غير المحصله ورسوم الادخال المؤقت مؤجله التحصيل ورسوم المعفيات والادخال المؤقت، وذلك بزياده عن نفس الفتره من العام الماضي يعني العام 2012 بلغت 61 مليار و785 مليون، يعني مبلغ كبير تحدث عن رئيس المصلحه. هذا الفارق ما بين العام 2012-2013 وانتم تتحدثون يعني عن اشياء قد تبدو تناقض ما يقوله رئيس المصلحه. اولا ان صح هذا الكلام وردت هذه المبالغ لخزينه الدوله فهو
فخر لنا ولكل الزملاء الشرفاء الذين دقون على الأجراس منذ سنوات أو منذ سنتين ونحن ندق على الأجراس ونكتب في كل المواقع ونكتب في كل، لكن أقول لك وأؤكد وليس شكا عندي أن هذا الكلام ليس له أساس من الصحة. كيف يعني ليس له أساس من الصحة؟ يعني لم تورد إلى خزينة الدولة. أولا الإيراد العمل الجمركي فني وليس هدرة، فني وليس علم هدرة، فني. فالإيراد الذي يتحدث عنها، نحن نعلم جميعاً أن عام 2011 إلى نهاية عام 2011 كان هناك توقيف لعملية ترسيم السيارات إلا منذ خمس سنوات فقط، غيرها ممنوع الترسيم. الآن قلبوا لنا كل القمامة من الخارج بسبب فتح استيراد السيارات، موديلات قديمة يعمل لها، رفع لها في قانون التعريفة إلى 25%، ويعمل لها إعلانات على مواقع الجمارك وعلى الصحف وعلى القنوات الرسمية تخفيضا في القيمة الجمركية، وكأننا في شابة. لما تجي تتفرج لإيراداته اللي تحدث عنها، هذه هي هذه اللي تحدث عنها خلال إلى شهر أكتوبر 2013، يعني إلى شهر 10 أكتوبر. نعم. الذي تحدث عنه هو، صحيح. أنا ما أتحدث إلا الذي فيها. شوف يا سيدي، إيراداته 87.924 مليار الإجمالية، القيمة الإجمالية محصلة جمركياً، محصلة جمركياً كم؟ 87 مليار و 924. طيب هنا وارد يعني حديث للأخ رئيس المصلحة ب 224 مليار. يا سيدي 37 مليار إعفاءات رغم منع الإعفاءات، 37 مليار و 116 إعفاءات رغم منع الإعفاءات، 2 مليار و 586 مليون هذا إدخال مؤقت ضايعة. أنا أشتي أولا أوصل لك إلى 108، هذه منها الإيراد من عام 2013، من عام 2011 ومن 2012 ومن 2010. هل تعلم أن البيانات المعلقة من سنوات سابقة بلغت 197 مليار وكذا كذا مليون؟ هذه كيف معلقة يعني؟ معلقة هذه عند التجار يشقوا بها الآن، وهذا يعني الدولة بتسلفها التاجر. أيوة سلفهم. وهذا تقرير رئيس مصلحة جمارك، مستشار رئيس مصلحة جمارك إلى رئيس مصلحة جمارك يقول له أنه للوزير. هذه شوف إيش يقول له يا سيدي، وهذه كلها ومن السيارات برضو بروي لك، السيارات موجودة، لكن بالنسبة لهذا، بالنسبة للمعلقات الإيرادات أطلب الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة يخرج لي من الإيرادات، يخرج من الإيرادات كم المحصلات من أعوام. طيب أستاذ عبد الغني أعذرني، نحن سنصل إلى هذه النقطة، دعنا نتحدث يعني نقطة تلو الأخرى كي نوضح للمشاهد الكريم وللأخ الآن رئيس المصلحة. بكل تأكيد نحن ندعو الأخ رئيس مصلحة الجمارك أن يتابع هذه الحلقة ويتابع الإعادة، وسيكون بمشيئة الله تعالى ضيفا معنا في الحلقة المقبلة هنا لنوضح الصورة لدى المشاهد الكريم. احنا كما ذكرت في البداية حاولنا التواصل معه ليكون هنا متواجد معنا في الاستوديو إلى جوار الأخ عبد الغني، لكن تلفونه مغلق. هي دعوة من خلال هذه الحلقة، اعذرني أستاذ عبد الغني، فقط أعمل دعوة للأخ محمد زمام رئيس مصلحة الجمارك أن تكون ضيفا معنا هنا في الحلقة القادمة من برنامج ملفات لنوضح الصورة لدى المشاهد، إن كان يعني لديكم شك، إن كان لديكم أشياء يعني تبدو مخالفة لما يتحدث به الأخ عبد الغني، أن رئيس اللجنة المالية في هيئة الضلة الشعبية بجبهة إنقاذ الثورة. أستاذ عبد الغني، رئيس مصلحة الجمارك يتحدث حول 224 مليار، فيما أنت تقول لي 87 مليار، يعني هنا فرق شاسع، يعني قرابة 100 مليار وشوية. هو يتحدث عن أشياء مهلش في خزينة الدولة، يتحدث عن طيب لا يعتبر هو الآن محاسب عن هذا المبلغ يتحدث به، وبعدين يعني لا يورد شيء لخزينة الدولة. يتحدث عن أشياء، يتحدث عن أشياء وهمية، أرقام وهمية مهلش فيها. فصل لي هي، إذا أنت لديك الآن، أنا شايف لديك تقرير 87.924 اللي هي إيرادات الجمارك، يقول إنها محصلة، وأنا أؤكد إنها غير محصلة كاملة، ورغم هذا أيضا محصلة بتكون من أعوام سابقة
ومن السيارات التي بلغت يا سيدي، شوف كم بلغت رسوم السيارات، 20,416,040 ريال. هذه إيرادة السيارات خلال الفترة الموجودة، يخصمها من 64 لأنه هذه لا تعتبر إيراد. هذه لا تعتبر إيراد. هذا يا سيدي هذه مجرد أشياء تعتبر كماليات ممنوع دخولها، ما نعتبرها إيراد، لأن نحن نستورد بضائع أكثر من كذا بالنسبة للبضائع، ويفترض أنه يزيد إيرادتنا مع استيراد بضائع. دعني فقط نحن نقترب الأخ المصور، بس إذا تكرمت اقترب لنا هذا الموضحة. صعب بالغني الأخ المصور. هذه 287,924 اللي هي إيرادات محصلة. شوف هنا ايش يقول لي، الواردات من الرسوم الجمركية المحصلة المحصلة، ويقول لي موارد المعفيات الجمركية، وهذا طبعا رقم خطير جدا منذ السنوات السابقة. كيف تقصد بالخطير يعني ايش؟ معفيات، معفي ما فيش رسوم جمركية، رسوم معفيات، شيء تدخله بلاش بدون رسوم، وهذا فيها خلل نتطرق فيها. نحن سنتحدث حول سنتطرق في حول الإعفاءات والخلل الموجود. أوكي. وكيف أوكي. تدخل بلغت إلى يعني بلغت بلغت 37,000,000,000 و116 هذه قصدك الإعفاءات؟ الإعفاءات، وهذه السماح المؤقت برضو بلغت 2,586,000,000، هذه برضو ما هيش رسوم. هذا السماح المؤقت، السماح المؤقت هذه تضيع، هذه ضائعات. هنا عندي ملفات كثيرة ضائعة، ما ليش ما تجيش، هي تعتبر بمثابة معفية، دخلوها بمثابة معفية بدون ضمانات، بدون أي حاجة يدخلوها، وإلا إذا جاءت بضمانات تعود. فهم يا سيدي، هذا هنا ما هي حقنا، ما لناش دخل فيها المليار. هذا برضو حق مصلحة الضرر. حق ماذا هذا اللي هذا حق اللي يقول هو إنه إيش؟ الموارد المحصلة لصالح مصلحة الضرائب هنا. تمام. صالح مصلحة الضرائب. يعني محصلة من طلع عن 90,000,000,000 و821 تحصلها مصلحة. الآن مصلحة الضرائب رفعت دعوة قضائية من خلال مؤتمر حقنا والتقرير مؤتمر حقنا، بعد أن رأت القيمة الجمركية لا تساوي 5%، وهناك وثائق تأكدها. وهذا مؤشر خطير يعني. خطير جدا، نوصل إليها، لن نتطرق للأشياء. هذا يا سيدي أولا الذي أقول لك إنه الإعفاءات هذه، الإعفاءات هذه ما تدخلش هذه إيراد بالخالص. هذا جانب. الجانب الثاني السيارات التي بلغت هذه 20,416,040,116 ريال. هذا رقم خطير. أنت عارف كم في عام 2011 إيراد السيارات؟ 6 مليار. على 14,000,000,000 او اكثر من 16,000,000,000. شوف 16,000,000,000 هذا في العام 2011. لا لا لحظه الله، ندي لك من نفس الرقم، لا نستعجل، ندي لك من الرقم نفسه كم السيارات في عام 2011 لكي نكون واضحين وضوح الشمس معهم. طبعا هذه الان ما نحن نبحث عنها وثائق تثبت تورط. ايوه انه في تلاعب تلاعب يعني في رسوم، كنا نقول لك اكثر من 297,000,000,000 ضايعه عن الدوله يفترض ايرادها. وعلمت قبل شهر ونص ان رئيس مصلحه الجمارك كان في ميناء الحديدة لغرض استيفاء بعض من تلك الرسوم. وأنا أقدرها كتقدير شخصي، لكن أطالب أيضا الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالرجوع إلى الأوليات، ستطلع له كم حق السنة السابقة، يعني في حدود 6,000,000,000. إذا 26,000,000,000 من 87 في عجز هنا مع الإيراد. طيب استاذ عبد الغني، انت يعني لا تلاحظ معي ان الان نحن نتحدث حول فساد وصل الى مليارات بل ومليارات الدولارات، نهب للمال العام. طيب اين الجهاز اين هيئه مكافحه الفساد، اين جهاز الرقابه والمحاسبه، اين كل هذه من هذا الفساد المتفشي، والذي يعني اصبحنا الان نحن ربما الان علينا مديونيه قرابه 7 مليار دولار. يعني هذا مبلغ كبير جدا مديونية الحكومة في بلادنا، ونحن يعني نعبث بمليارات الريالات بل ومليارات الدولارات من قبل فقط المالية في بلادنا. يا أستاذي هناك توصيات
من الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، هناك توصيات من مجلس النواب، هناك توصيات من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، يكتفوا بالتوصيات. لماذا؟ لأنه فاسدين معهم حصانات دبلوماسية، والحصانات الدبلوماسية تدفع كل واحد يتقدم إليهم. أقاموا الحد على اللي يسرق 5 ريال، ما يقربوش الحد اللي عليه يسرق 5 مليار ولا 100 مليار ولا 200 مليار. طيب أستاذ عبد الغني، دعنا ننتقل. نحن تحدثنا في البداية أن هناك يعني جملة من النقاط التي سنناقشها في حلقتنا هذه الليلة. إذا وصلنا إلى ملف الإعفاءات الجمركية، يعني هناك عدة إعفاءات كما ورد في تقريركم الصادر في المؤتمر إشهار اللجنة المالية. أبرز هذه الإعفاءات التي تحصل بشريعة بطريقة غير قانونية. إعفاءات تحت نظام السماء، إعفاءات تحت نظام الإتيزيت أو التخفيض التدريجي للرسوم الجمركية. كيف هذه الإعفاءات يعني؟ هذا تعطى بواقع 48% من الرسوم الجمركية على إنها منشأ عربي، بينما هي لا تأتي من منشأ عربي، هي تأتي من منشأ غير عربي. أيضا هناك يقول إنه في الاتفاقية والقرار الخاص بهذه الاتفاقية يقول يجب أن تكون المنشأ مثبتة، يعني الصناعة مثبتة على السلعة نفسها وغير قابلة للناس. وأغلبية الأشياء تأتي ما هيش مثبتة وتمشي. اعطيني مثال، والمشاهد الكريم الان بحاجه لمثال، بحاجه لدليل واضح ان هذه تدخل بطريقه غير او تعفى بطريقه غير قانونيه. هي كثيره طبعا، لكن اسمح لي ان اقول، ان اعطي لك اشياء بسيطه لهذا الشيء. اولا هذا الكتيب لشخص واحد بلغ عنده تقرير الجهاز المركزي. لحظه لو سمحت اشتي اروي لك. شوف هذه الفواتير حقه، البيانات الجمركية حقه، يقول انه منشا عربي، طلعت عنده في حدود قريب 92 مليون. ايش الذي يقول هنا؟ شوف، اذا التسليم هذا يسلم لمصلحة الجمارك، ما يقولش انها الامارات، بينما هو بالبيان حقه يقول انها في فيتنام او في، تمام؟ انما اردهم كذا. فلما تجي تشوف، لما تجي تشوف هنا في البيان يقول المنشا ايش؟ إنها إماراتية. إماراتية على أساس أن هذه إماراتية. إماراتية وفي حقيقة الأمر هي أيوة. لحظة بخرج لك برضو تقرير الجهاز المركزي. هذا من الجهاز المركزي، وقلت حب سنة أخذ، بس ما أخذ شاق الكل، حب سنة واحدة. سنة كم هذا؟ 2010 تقريبا. سنة 2010 أيوة. طيب هذا تقرير الجهاز، هذه الفواتير حقه، تمام؟ على ماذا ينص هذا الذي تبحث؟ هذا حل التزيت، انه يقول لك انها وارده من بلاد فيتنام ومن بلاد يعني من بلاد غير عربيه، وانت طبقت عليها الاتزيت. وهذه هي اجراءات تطبيق اتفاقيات تجاره الدول العربيه. تم فتح بيانات جمركيه بارقام خلال الاعوام 2009 المستورد صالح احمد ضياني الخاصة بمادة البلاط والأدوات الصحية المرسلة من قبل شركة سيراميك إيركي من منشأ الإمارات، وذلك بموجب الفاتورتين الجماليتين كذا كذا ورقم كذا كذا وكذا، وبحسب ما أكدته الوثائق المرفقة على كل بيان جمركي، وعليه تم استكمال الإجراءات كاملة وفقا للاتفاقية. التبادل التجاري العربي اعتمد خصم النسبة المتعارف عليها 48%، في حين تبين أن أوامر التسليم المرفقة بالبيانات الجمركية رقم ورقم ورقم لعام كذا كذا، بأن الصناعة واصلة من ميناء في فينكا، أي من منشأ غير عربي ومخالفا للقانون، وهي يتم يعني التعامل معها كأنها من بلد عربي. كأنها بلد عربي. طيب هذا المخالفة الإعفاءات الأولى، هذا الإتزيت. لحظة، باقي مخالفة، المخالفة الثانية. مخالفة نفسها لنفس الصنف، الإتزيت نفس الصنف. طيب دعنا ننتقل من لحظة يا سيدي. لا لا لا, لا, لا ما ننتقلش. تاجر آخر يبلغ عليه 551 مليون. هذا توصية الجهاز يا سيدي. هذا توصية الجهاز. شوف ايش يقول في توصية الجهاز. وبالرغم من التزام المصلحة بعدم تكرار المخالفة لقانون الجمارك وتعديلاته التي تقضي بعدم جواز الجمع بين
الميزتين في الإعفاءات الواردة بالقانون والمحددة بخمسين في المئة، ورغم هذا يمشوها برضو من واردات مدخرات الإنتاج لمشاريع الاستثمارية والإعفاءات الواردة منطقة التجارة العربية الحرة، ورغم هذا عندي وثائق تمشي تمشي إتزات تمشي مدخلات وهي اسمنت جاهز وبأمر بالرئاسة المسرحة رغم اعتراض الدائرة الجمركية. تمام. برضو يقول لي هنا انه بلغت عند تاجر واحد اللي هي هذه 551 مليون. شوف كم بلغت تقريبا 500. ذاهو الامر ذاهو الحكم. بس حسب توصية الجهاز طبعا هذا اللي اكتشفها. هذه فاتورة يا سيدي كان يجيبها من 40 دولار فاصل 80. قام الجمرك انزل تسعيره جمركيه وفق هذه التسعيره. هذه في هذا الاعفاء يقول الاخ مدير عام جمرك ميناء عدن، الاخ مدير عام جمرك المنطقه الحره، الاخ مدير عام جمرك الطوال، بعد التحيه من خلال مراجعه اعمال الجمرك للفتره من يناير 2009 وحتى مارس 2012 اتضح ان المستورد مجموعه العوادي يقدم اقرارات الجمركيه لسلعه الجبن المثلث ابو ولد 24 علبه و يعني وقدمت للجمرك مستندات تؤكد ان سعر الكرتون، يعني هناك مخالفات في هذه الورقه ان شوف وصلت الى 551 يعني السعر بي 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 السعر بي كان يجيبها هو كان يجيبها السعر صحيح كان يجيبها 40 دولار. مصلحه الجبار قامت نزلت تسعيرات جمركيه التسعيرات هذه وهميه ونزلت الجبن الى 20.40. طيب التاجر هو جابها ب 40 طبعا هو نزلوا هو الان لما رفعوا دعوى يعني ايش بيتجملوا مع التاجر ولا ايش؟ يتجملوا مع التجار كلهم. لما تشوف التسعير الحين عبد الرحمن ما وصلناش لها انتظر توصل لها. انا اتكلم معك الان على حساسه الزيت هذه كان يجيبها اتزيت تخفيض ايضا الى جانب هذاك ال 20 تخفيض 48% فوق هذه ال 20 دولار. طيب هذه الاولى حق الاتزيت اثنين هذه احنا رقم واحد الان رقم اثنين من الاعفاءات اعفاءات لمشاريع وهميه وهذه وثائقها. اشرح للمشاهد ايش المقصود بمشاريع وهميه. مثلا مزرعه دواجن اجي اقول انا معي مزرعه دواجن اروح للاستثمار خرج اعفاء بحديد بهنجر اشيل السوق اروح ابيعه. يعني مثلا انا اجيب مصانع فرضا اشتي اعمل مصنع ما ومش موجود مهلوش. فيما حقيقه الامر انا جاي بايعها بالقطعه بالضبط ما فيش. طيب اثنين هذه مشاريع وهميه الاعفاءات رقم ثلاثه مشاريع باسم منظمات دوليه مشاريع باسم منظمات دوليه تمام. ما المقصود بمشاريع باسم منظمات دوليه؟ لانه دولية بعض المشاهد الكريم يحتاج الى منظمات دوليه توزعها للفقراء والمساكين مثل الصومال مثل هذا تكيب هذا دقيق رز معفي تعمل اعلام مناقصه للتجار اليمنيين ترسى على اي تاجر معين التاجر يعرف بانه هذه السلعه تعريفية قانونيا معفيه من الرسوم يقوم يستخرج اعفاء من مصلحه الجمارك بان هذه هبه وياخذ مذكره من العاديه بدون فاتوره بدون اي حاجه باسم المنظمه هي باسمه ويجي ويخرج فاتوره عاديه ويمشي. لما اكتشفنا حاله من الحالات هذه عملنا الملاحظه. طيب ايش المشكله الان؟ يعني هي القانون ينص على اعفاء للمنظمات هو يقوم استيراد فاصوليه، يقوم استيراد دخن، يقوم استيراد سكر البضائع خاضعه للرسوم ويروح يخرج إعفاء ببضاعة خاضعة للرسوم. هنا الجريمة. هنا التهريب. وهذا شوف الملاحظة. طيب وكيف كيف يتم التهريب هذه؟ الملاحظة هذه اللي تحت. شوف. أن المندوب في الجمارك لا يتبع المنظمة، لذا نقترح ترفيقها إلى مخازن التاجر إلى مخازن المنظمة. أيوه. وإيصال استنادات. وأخذ صورة من التوريد. التوريد المخزني. تمام. بالرغم هذا اقراها بس لانه الخط يبدو غير واضح. ملاحظه ان المندوب في الجمارك لا يتبع المنظمه لذا نقترح ترفيق الحاويه الى مخازن المنظمه واخذ صوره من التوريد المخزني
خاصة وإن مندوب يتبع مكتب تخليص خاص وليس المنظمة. طيب أستاذ، يعني إذا تعمقنا في شرح هذه النقطة، يعني التاجر يأخذ إعفاء مثلا في سكر أو بر أو رز فرضا، يعني السكر عليه رسوم، بس يأخذ في الرز وفي هو يأخذ هو بالسكر يأخذ، وبالفاصوليا وبالدخن يأخذوا بالذي تخذها الرسوم، أحيانا بالصلصة وأحيانا بكل شيء. طيب هذه القانون لمنظمات المجتمع المدنية التي تهب يعني مجانا لمقدمة من أهل الخير. يا أخي حق المنظمات المفروض تجي فوقها ختم. ختم إنها هذه تمنع بيعها بالمؤسسة وتوزع مجانا. لكن هذا ما تحصلش. الإعفاءات بشكل كامل يا سيدي يفترض أن ترفق، بالذات الإعفاءات التي هي 100% ترفق، وتؤكد مصلحة الجمارك إنها وصلت إلى المخازن أو إلى المكان الذي هو مقصود فيه. طيب أستاذ عبد الغني، الآن نحن وصلنا إلى النقطة الثالثة من الإعفاءات، الأولى الإتزيد، الثانية المشاريع، هذه الإعفاءات حق منظمات المجتمع المدني التي تهب كخيرية. هل هناك يعني إعفاءات أخرى؟ في إعفاءات أخرى تحت مسمى مدخلات صناعية. مدخلات صناعية، هذا تعفى بواقع 50% من الرسوم الجمركية والعوائد الأخرى من الرسوم الجمركية. تعفى ب 50%. ما هذه المدخلات الصناعية؟ هذا على أساس إنه لغرض التصنيع، يعني مدخلات صناعية إنه أجيب مادة أخلطها بداخل مادة، تمام؟ أخلطها بداخل مادة تكون لي شيء. يعني مثلاً؟ يعني مثلاً أجيب يعني المهم إنها ما تنطبقش على مادة جاهزة. ما تنطبقش على مادة جاهزة. لكن ممكن أجيب مثلاً كيماويات. أصنع منها. يعني مثلاً صناعة البيب، صناعة الكندا عندنا. الكندا تجيب لي أشياء يعني من الأشياء ذيك السائلات هذا والمشروبات. وجهزها واخلطها وتجهز، يعني هذه عليها 50%. هذه 50% يعني على هذا النوع الصنف 50%، وعلى النوع الصنف 50%، وعلى الصنف 50%. لكن لما اجيب صنف واحد ما اجيبش صنف اخر يختلط وهو جاهز للاستخدام ويبتاع بالسوق، فهنا ما يصلح. مثلا الاسمنت يجي جاهز، اسمنت سائب ينقص لنا التكيس، التكيس ما عليهش تخفيض، ما هوش ماده صناعيه التكيس، ولا يؤخذ عدد عمال. الشاهي، السكر، السمسم، هؤلاء إجرائيين جاهز ما تخضع لهذه الرسوم. في بعضها يقننها منه، يقننها الاستثمار. الآن شفت أنت كم المبلغ، 37 مليار الإعفاءات كلها من هذه التلاعب. هذا حق الشاهي، هذا حق الشاهي مثلا. شوف ايش يقول لي من الشاهي، شوف ايش يقول لك الشاهي، كم النونوا، وهل هذا صحيح؟ واحد يعني يعملها بالعقل هكذا بالمنطق، هل هذه صحيح انها تخضع لهذه الاصناف؟ شوف يقول لي، ارفعها بس الكاميرا، ايوه يقول لي شاهي بي او بي وشاهي ديوست وشاهي ديوست وشاهي بيفيت هذا صحيح؟ يعني أنت كم تستخدم شواهي؟ هل في مصانع للشواهي عندنا؟ هذا اسمنت يخضع لمنشأ عربي ويخضع للإتزيت رقم التوصيات حق مجلس النواب. يعني يا أستاذ، يعني نلاحظ هناك يعني مجموعة كبيرة من قضايا الفساد التي تؤطر تحت زوايا مختلفة، تحت مظلة معينة لكي ننهب المال العام، تحت إطار يعني نقننه أو نأتي له من زوايا مختلفة لنستطيع أن نقف إلى جوار الشخص المعين ونرضي الشخص المعين، كله على حساب مصلحتي ومصلحتك ومصلحة المواطن اليمني البسيط الذي ما هوش تقنين، ما هوش تقنين، التقنين بريء منهم كل شيء، القوانين كلها واضحة، أنا قريته، قانون الاستثمار قريت كل شيء. طبعا أنا أحاول أوجه كل هذه الملفات الذي يثبت بها الأخ عبد الغني للأخ محمد زمام رئيس مصلحة الجمارك، يعني هنا وثائق تقدر بمليارات الدولارات وتصل منها إلى مبالغ باهظة وكبيرة جدا. الوطن في أعناقكم، لابد أن شوف يا سيدي مراقبين ومحاسبين على كل صغيرة وكبيرة. شوف يا سيدي أستاذ عبد الغني، ممكن أكمل لك شرحنا؟ تفضل. هذا شوف يا سيدي، تعميم الرئيس مصلحة الجمارك صدر حول عدم حرصاً منه عدم قبول إتزيت ما لم تكون المنشأ مثبتة.
وهذا اعتبره حريص جدا من الاخ محمد زمام. ايوه لكن سرعان ما تراجع يرفع له الجمرك يقول له انه نحن نتعامل وضح لي بس هذه للشاشه. ايوه نحن نتعامل مع بس مع اسمح لي اقرا هذه بعجاله. اول اقرا هذه كي تكون واضح. كانت هذه طبعا ورقه تعميم من الاخ محمد زمام رئيس مصلحه الجمارك، الاخ مدير عام مكتب جمارك، الاخ مدير عام جمرك المحترم بعد التحيه. يجب التحري الكامل عند إجراءات المعاينة للبضائع الواردة إلى الجمارك ووضع المواصفات من حيث الكميات الوزن العبوات المنشأ وكذا التحري بالقيمة، وأي سلعة عربية تخضع للتخفيض التدريجي. صحيح؟ للتخفيض التدريجي يجب أن يحدد المنشأ دلالة المنشأ وأن تكون واضحة البضاعة، لا تقبل الشك حتى إيش؟ حتى تخضع للتخفيض، حتى تخضع إعفاء لإعفاء التخفيض الجمركي. طيب هنا في رسالة أخرى لأخ رئيس مصلحة الجمارك المحترم بعد التحية، يهديكم جمرك ميناء عدن أطيب تحياتي ويود إحاطتكم، تلقينا رسالتكم رقم يعني موضح هنا 2010 رقم 534 حول إخضاع مدخلات الإنتاج المستوردة من الدول العربية لاتفاق تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، وهو على سبيل المثال الإسمنت السائب بولي إثلين بولي بروبلين وأكياس إسمنت فارغة أسلاك ألمانيوم والأوراق وأوراق الشاي للصناعة وورق تغليف وغيرها، وذلك لعدم وجود أي مانع قانوني سابق لدينا ولم يتم تبليغنا بما جاء بمذكرة وزارة الصناعة قبل هذا، وقد فوجئنا بما يفيد عدم منح الخفض التدريجي للواردات الصناعية الداخلية في الإنتاج باعتبار أن التنفيذ يجري بالخفض التدريجي حتى 48%. ردا على مذكرتكم رقم 318 في 2011-12-1 بشأن الخلاف القائم على الختم بشهادة المنشأ للأخوة شركة المكالة ريسوت، فقد تم التواصل من قبلنا مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وحصلنا على آخر نماذج. هذا تعميم حق الشهادة لتوقيع للسلطنة، ومن ضمنها توقيع السيد عبد الله بن سالم بن أحمد باع عمر رئيس عندك حق الشهادة الشؤون التجارية بمحافظة باقي بعدها الغفار. إيش باقي بعدها؟ بعدها إشارة إلى مذكرة رقم عندك اللي تتبع بس شو مرتبات رقم المذكرة والمرخب تاريخ 2011-12 بشأن الرد على مذكرتنا رقم 318 المكلة ريسوت والمتضمنة التوجيه. أيوة. باعتماد الشهادات الخاصة بهم والموقع. أيوة. هذا عندك رد عليه. شوف من أحمد هذا هو عمل تعميم. هو عمل أولا شوف أنا أشتي أرتب لك الوثائق لكي تكون ليش أقول لك أنا أنت ضمن أرتب لك الوثائق. شوف هذا التعميم حق رئيس المصلحة. هذا رد هذا تعميم رئيس المصلحة. هذا رئيس المصلحة. هذا مدير الجمرك حق الإعفاء قال ولا لا؟ مدير عام جمرك ميناء عدن. أيوة بس إيش قال هنا عندك؟ قال يهديكم جمرك ميناء عدن أطيب تحياتي ويود حضرتكم تلقينا رسالة رقم 534 حول إخضاع مدخلات الإنتاج المستوردة من الدول العربية. كم رقم المذكرة؟ هي التيسير. رقم المذكرة 70. داهي. طيب هذا رد رئيس المصلحة. اقرا لي بس رد رئيس المصلحه لو سمحت. هو انا لاننا ما ردا على ردا على ذكرتكم رقم وتاريخ بشان استفساركم حول تعميم رئاسه المصلحه رقم 89/7 لسنه 2012 والمنسوب وجوب دلاله المنشا على السلعه وتكون واضحة على الصناعة لا تأتي الشك يتم منحها التخفيض التدريجي. أما بالنسبة لسلعة الإسمنت السائب فلا مانع من منحه تخفيض التدريجي الاقتصادي وبند إيش المحلي الاقتصادي والاجتماعي بما يفيد الشأن رقم كذا وتارك كذا، والذي يتضمن على التأكيد على الدول العربية وضع دلالة المنشأ وفقا لطبيعة السلعة. تمام. يعني انه خلاص ما يخضعش هذا. طيب استاذ عبد الغني شهادة المنشأ يعمل لها تعميم ويرجعها يوم ثاني، هذا برضه يحصل إعفاء في الإتيزيت ورغم هذا رفعوه. واضح وضحت طيب. الرسالة لدى المشاهد الكريم. أستاذ عبد الغني يعني كانت هذه أربعة أنواع من الإعفاءات التي تكون بطريقة غير قانونية والخاسر الوحيد هو الخزينة العامة. إذا وصلنا إلى فساد التريبتيك والذي لاحظناه من خلال تقريركم الذي
صدر في المؤتمر، لكن سنتحدث حول فساد التريبتيك والمئتين ريال السعودي التي يتقاضها مقابل دخول الزائر إلى بلادنا. سأسمع منك الإجابة والتفاصيل حول هذا الموضوع، ولكن أستسمحك نذهب إلى فاصل قصير. مشاهدين الأعزاء، فاصل قصير بعد أن لاحظنا بالوثائق والإثباتات والأدلة الفساد المتفشي للأسف الشديد في مصلحة الجمارك في بلادنا لمختلف المنافذ. بعد الفاصل سنعرف فساد التريبتيك وكيف الوسائل التي من خلالها يذهب المال العام. تابعونا بعد الفاصل. عدنا إليكم مجددا مشاهدينا الكرام وإلى المحور الثاني من هذه الحلقة. مشاهدينا، أنا أدعو الأخ وأنا أقول هذه المرة الثانية والثالثة لكل شخص يريد الرد فالاستوديو مفتوح، قراءة الساحات مفتوح، برنامج ملفات مستعد لاستيعاب أي شخص للمجيء إلينا إلى هذه إلى هنا إلى الاستوديو، وإذا لديه إثباتات، إذا لديه أدلة، إذا لديه أي شيء من هذا القبيل فصدورنا مفتوحة وقناتنا مفتوحة للجميع. الأخ رئيس مصلحة الجمارك، نحن بانتظار تواصلك معنا وسنخصص لك حلقة للرد بأي وقت ممكن تريد. نتمنى أن تكون معنا في الحلقة المقبلة وأنا أقولها هذه المرة الثانية. قبل أن نطلع بالفاصل طرحت على الأخ عبد الغني الحميدي سؤال. أستاذ، ورد في تقريركم الصادر عن اللجنة المالية في هيئة الضالة الشعبية، قامت رئاسة مصلحة الجمارك بمخالفة جميع القوانين الدستورية في البلاد وخاصة قانون الجمارك، حيث قامت بتوريد حساب رسوم التريبتيك إلى حساب خاص لدى رئاسة المصلحة بدون وجه حق عام من عام 2007 وحتى شهر 30 يونيو 2013. وتوضح هذه المبالغ التي تم توريدها لحساب خاص برئاسة المصلحة للعام 2007 وحتى 30 يونيو 2013، والتي بلغت 9 مليار و872 مليون، ويعني مبلغ كبير جدا. نحن لاحظنا أن هناك لجنة كلفت من قبل رئاسة الوزراء وقالت أن هذا ليس مخالف لما تعمل به. يا سيدي، رئاسة الوزراء هو طبعا مخالفة قانونية وهذا قرار رئاسة الوزراء. بس في لجنة من وزارة المغتربين قالت أن بنان المادة 45 ومادة 43 ومادة 46 ومادة 50 تحت نظام السماح المؤقت، ما فيش رسوم محدد تحت نظام السماح المؤقت. طيب ما الذي يحصل في هذا؟ يعني اشرح لي للمشاهد الكريم الآن منتظر، ما هذه التي من خلالها يتم اختلاس المواطن؟ هذه طبعا تختلاس من 2007 إلى 2009 وتصرف. مثلا شوف، هذا أمر وزير المالية. هي أولا لا تروح إلى دعم، ولا أين تروح؟ لمن تروح؟ هي مجنبات تحت تصرف الأخ الوزير وتصرف الأخ محمد، هذا رئيس المصلحة. هذا مثلا يقول له 250 مليون نشتري نصرفها لعمل نافذة جمركية. تفضل يا سيدي، عمل نافذة. يقول له الوزير هنا ايش يقول له؟ نوافق التمويل من التريبتيك. هذا بدل سفر تذاكر، بدل سفر لشركة الطيران دبي، كنموذج فقط لما يجري. يقولون ما فيش عاد، قد انتهى البند في وزارة المالية. تمام، يعملوا عرض الوزير انه لا صرفها من التريبتيك، يقول لا ما انا مصرفها من التريبتيك. هذا توجيهاته. فهي تصرف بصفة شخصية وما فيش لها اي رقابة قانونية، رقابة خارجية، لا من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، ولا حد يدري اين تروح هذه المبالغ. إلى الآن كما قلت 9 مليار وكذا كذا، هذه طبعا ما جبناش الأرقام من رؤوسنا، هذه جبناها من كشف من النظام الأهلي، استخرج لنا وأعطونا إياه وخرجناها ووضعناها فيها. طيب بدأت أستاذ عبد الغني، بدأت هذه في 2007 في العام 2007 على أساس لفترة مؤقتة، قرارها لفترة مؤقتة لعمل استراحة للمغتربين مش طبقا للقانون كما يقال الأخوان. لا، على أساس عمل المغتربين. القانون قال يفرض على السماح المؤقت اللي تدخل للعمل في داخل البلاد مقابل جعالة وضرائب. كم تدفع جعالة؟ ما حددهاش، وعلى وزير المالية يحددها من 2010 إلى الآن الوزير ما رضيش يحددها.
إلى الآن ما رضيوا يعملوا لائحة تنظيمية. ليش هذا الفساد كله؟ اللائحة التنظيمية إلى هذه اللحظة لم تصدر من 2010 لم تصدر القانون. ما الهدف من عدم مماطلتها وعدم إصدارها؟ مش إلا على هذه المادة، على عدة مواد. الآن يفرقوا لك للدراجات، يفرقوا لك للطماش، يفرقوا لك لأي حاجة. نحن سنأتي إلى الطماش، دعنا في المحور الآن الأول. أي شيء، كل شيء مهرب يعملوا لها تحت التسويس الحيار، رغم عدم وجود لائحة تنظيمية تحدد التسوية الصلحية الذي يحق لهم فيها. ما هي الأسباب التي جعلتهم ما يصدرون؟ السؤال عائد عليهم، السؤال عائد عليهم. أنتم يعني هل أنا أرى أنه لكي يمارسوا الفساد، ما فيش أكثر من كذا. هل لها معنى آخر عندي وعند الآخرين الناس الذي يشوفوا هذا؟ ما فيش غير هذا المعنى لها. طيب يعني فيما معناه أستاذ عبد الغني الآن الذي جاي مثلا من المملكة العربية السعودية، كونها الآن نحن نضرب مثال كونها دولة جارة ومنفذ حدودي بيننا والمملكة العربية السعودية، حينما يأتي أحد من 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 أبناء المملكة العربية السعودية للدخول، هل هناك مبلغ محدد ليدفعه؟ يا أخي كزائر كسائح لا يحدد القانون. قال هو القانون للذي يدخل للعمل هذا في 2010 مش من 2007 القانون الجديد. ورغم هذا ما حدش المبلغ، قال وعلى وزير المالية يحددها. بس للناس الذي يدخلون العمل قال ضرائب، ما قالش حتى مسبوق، ما قالش، قال ضرائب وجعالة. الجعالة هي لا تساوي حتى 5 ريال أو 10 ريال أو 50، يعني حاجة بسيطة جدا الجعالة. بعدين لمن؟ يعني الذي يدخلوا يشتغلوا للعمل للشركة الأجنبية، حدد القانون هكذا، ما هوش ما جبناش من رؤوسنا. ضمن تقريركم ايضا ورد ان هناك مواد مخدره تدخل يعني بلادنا، و يعني لا نعرف كيف يتم دخولها وكيف يتم يعني ماده مخدره ومحرمه دوليا ويتم جمركتها. يا سيدي لو فتحت لك هذه الشنطه الان داخلها اكثر من تعميم من رئيس مصلحه الجمارك يقول بأنه حصل على معلومات من الأنتربول، قدم بلغوا رحم الخارجي أو من تبادل المعلومات، أن هناك صنبوق أو باخرة أو حاوية أو داخلة إلى اليمن تحمل مخدرات، عليكم الحرص والتدقيق. يعمل هذه المذكرات، والرغم اكتشافنا لقضايا طفيفة، يعني لو أولا قبل ما أبدأ في هذا، من 2008 إلى 2009 لو لاحظت كم مقبوضاتنا من المخدرات بسرعة، طبعا كانت، لكن رغم هذا أثبتنا أكثر من 10 مليون حبة أثبتنا مخلفة اللي مشت علينا بالقوة. مش بسيط، بعدها ناسل هذه المخدرات تمام. من العام 2011 بعدين من 2010 قابوا الموظفين الذي كانوا يطاردوا هذه الحاجات، قالوا لهم رجعوا البيوت. ليش من 2010؟ لأنه تولى محمد منصور زمام لأنه رئيس مصلحة جديد، قال خلاص الذي طاردوا المخدرات يرجعوا على جنب. كيف يتم دخولها؟ يتم دخولها داخل أشياء واحدة، حالة واحدة مسكوها في ميناء الحديدة الحين قبل 15 يوم أشرنا إليها. ورد في تقريركم أنها تفحص ويقال في قضايا هذه حق المخدرات، هذا الذي تكلم عليها أنت يا سيدي. هذا ملف المخدرات؟ لا، هذا حق الذي قبضنا عليها سابقا، وهذا تعميم رئيس مصلحة الجمارك محمد منصور زمام، وهذيك تحته انه انتبهوا واجي لكم، هذا جزء لا يتجزا من هذه التعميمات، رغم هذا ما حدش مسك ولا وحده من هذول. هذا يا سيدي شوف، هذا مسكنا كميه 50 كيلو وهذا حق التقرير. اين ذهبت هذه ال 50 كيلو وكيف دخلت؟ دخلت بين بضائع، من ضمن بضاعه حاويه ودوها للمختبر. المختبر يقول 20 يعني هذا انه تم فحصها على اساس حشيش وانما سلبيه. مختبر البحث الجنائي، ايش المقصود بسلبيه؟ حتى يفهم يعني المشاهد البسيط، قد ربما يعني انا افهمها والبعض إن يفهمها، لكن بالعكس حشيش. طيب انا ما اعرف اسمها، وهي سوداء لزق طبعا، ماده حشيشيه واضحه، لكن فلنفترض انها ما هي حشيشيه. ما هي؟ يفترض المختبر يطلع اسمها. الجمرك يحيل لرئيس قسم المعاينه، يقول مدير الرقابه ورئيس قسم المعاينه تستكمل الاجراءات وفق القانونيه، الاجراءات القانونيه. رد عليهم رئيس قسم المعاينه يقول لهم نرى احاله الموضوع على الهيئه العامة للأدوية والمواصفات والمقاسات لتحديد تسميتها لنتمكن من استكمال إجراءاتنا القانونية. ما طيبت حياتنا،
حياكم الله يتم حجز الصنف المشتبه به بحسب نتيجة المعاينة ومذكرة البحث الجنائي، يعني بدون اسم، ومن ثم تستكمل الإجراءات الجمركية لبقية البضائع. طيب يا سيدي، هذا طبعا نحن كملنا وفقا لهذه المسمى. لما تجي تشوف حقنا الملاحظة في المسمى، لما تجي تشوف ملاحظة هذا الشخص يقول لك بحسب نتيجة البحث الجنائي التسمية الصحيحة لاستكمال الإجراءات وفق توجيهات الإدارة العامة المحفوظة لدينا، يعني أنه تمت موجب اسم، موجب اسم وفق توجيهات الإدارة العامة. طبعا الجمارك هذه كمية ما أقرش فيها صاحب العلاقة، وإلى جانبها كمية أخرى في غرامة من مثل الرسوم إلى 3 أمثال رسوم على البضائع. كيف تأخذ هذه الغرامة على هذا الشيء؟ كيف أحجزها وفك البضاعة بدون ما استوفي غرامتي عن هذه على هذه الشيء على هذه الحاجة؟ كلام مستحيل. أستاذ عبد الغني، وأنت ما زلت في العمل في المنطقة، هذا حاجة دعني أتطرق وإياك للأسلحة التركية التي تم القبض عليها في المنطقة. باقي المخدرات 14 كرتون، باقي 14 كرتون هو الحق المخدرات. طيب تفضل. واصل. حبينا نحن نعرض نماذج، هناك الكثير أنا صراحة ضايع بين الأوراق. وهذه 14 كرتون باختصار، وهذه 14 كرتون جاءوا يشتروا مرروها بطريقة ننزل معاي لا تحت، رفضنا هذا. مررت بعدين من خارج النقطة بفتح البيان، يتصل صاحب العلاقة يشتم المعرقل الذي اعتبره المعرقل، بلغ مدير الجمرك في هذه الحالات يحقق فيها، انتهت بدون ما ترجع الحالات، بدون عادوا قالوا يشتروا رقم الاسم. بالنسبة للمسدسات يا سيدي ويا قرة عيني، المسدسات هذه عند وصولها حناها على حويلت على مفتش، وبعد أن فتش هذا فتحت الحاوية ونفلت وعيدت دون حضور المفتش، وبعد عرضها على الجهاز طلع أيضا أنه في جسم غريب. المفتش صاحب الجهاز يفترض أن يحضر إلى جانب المفتش ليؤكد بأنه الجسم الغريب هذا حاجة فلان ولا ما هوش حاجة فلان. متى تم هذا وفي أي جمارك بالضبط؟ هل في المنطقة الحرة يعني؟ في المنطقة في شهر 11 تقريبا، شهر 11 من العام 2012. أيوة شهر 11 أو 10 2012 كمان. بعد كذا بعد العيد، بعد عيد الأضحى مباشرة بأول يوم من الدوام الأضحى، تمام. أجل المعاين فرض عليه أنه يكتب المعاينة، قال لهم كيف أكتب المعاينة ومندوب الجهاز يقول أنه فيها اشتباه وماسك للصورة عنده؟ قالوا خلاص نحب نجيب مندوب الجهاز ونخليه يمشيها. قاموا مندوب الجهاز منعوا من دخول الحاوية، قالوا له لا اكتب بس أنه بسكوت لون أخضر ولون أحمر. أيه كتب، قالوا خلاص المعاينة اللي اكتب، كتب المعاينة المعاينة. أقل معاين لا عندي، يقول لي يا أخي شوف الحاوية كذا كذا كذا. بصفتك مدير الرقابة والتفتيش؟ لا، كنت أنا رئيس قسم المعاينة. مدير عام مدير الرقابة والتفتيش هو من ضمن الذي وجهه في هذا الموضوع. أجيت قلت له ارجع عيدها، قال لي ايش وقفنا، قلت له إذا كما يقفوا هات أنا عيدها أنا وأنا أوقفك بعد وخلي يرجعوكم. رجع راح تولى روح مفلها، وأنا قال خلاص طيب هات البيان، تفضل شل البيان راح. هذا موجود بتقريره، ممكن أدي لك نسخة منه موجودة عندي في اللابتوب. قال حتى قال فيها لولا تدخل الأخ عبد الغني لما رفع اللجنة الذي شكلوها، اللجنة شكلية هكذا على أساس أنه يغطي القضية، بس لولا تدخل الأخ عبد الغني محمد سعيد لكانت مشت في كذا كذا. رجع طلعنا فتشنا اكتشفنا أول مسدس أجاؤوا يتقاروا الذي كانوا يأمروا بالإفراج عنهم. اتضح لنا بعدين انهم قد سلوا اولا 4 مسدسات في النفل الاول او 5 مسدسات من الذي قد نفلوها بالنفل الاول لما رجعوها ونفلوها وهم رجعوها. اتضح انه 4 مسدسات كانت فتح معاهم. طيب كيف وتامروا الناس يحملوها على اي اساس؟ اين مصير الشحنه هذه الان مع النيابه؟ بس في 6 كراتين او 3 كراتين في ورقه صغيره من مدير الجمرك يقول انها مع رئيس مصلحه الجمارك. 6 كراتين مش قال انها المسؤولين. طيب استاذ، نحن نلاحظ ان المفرقعات الالعاب الناريه ممنوعه دخولها، لكن ما زالت في الاسواق منتشره، كيف يتم دخول هذه المفرقعات الناريه الممنوعه دخولها يا اخي في بلادنا؟ جزء منها كبير يدخل عبر منافذ
التهريب باتفاق، وسأندي لك دلال بعد دليل قاطع بعد أن أكمل لك هذا الحديث. أرد على سؤالك. تفضل. هناك تعميم قبل فترة صدر من الأخ رئيس هذا وزير الداخلية بعد توسط تام على أساس يشتوا يفرقوا لعشر حاويات. العشر حاويات هذه دخلت بعد إعطاء موافقة من الأخ رئيس مصلحة الجمارك للشركة الملاحية بتحميلها إلى ميناء الحديدة، وحصل اختطاف ابن أخي لأنه حصل باتفاق، يعني في اتفاق صفقة دخلت كما يقال، والله أعلم، قد أكون صادق وقد أكون، لكن يؤشر المؤشرات تعطي أنه صح، يعني إلا بأي حق يعطينا تصريحات لهاجة ممنوعة وحملها وارجع. احنا من قبل من تم التصريح بدخولها؟ من دخولها من وزارة الداخلية، بس أولا بتحملها، لأنه شوف في تعليمات عند الشركات الملاحية ممنوع تحمل من ميناء التصدير من بلاد التصدير، ممنوع تحمل أي بضائع مثل القماش، الطماش، الدراجات النارية، الحاجات المحصورة ممنوع منعا باتات، وإذا حملتها حتى كانت السيارة القديمة تعود بنفس الباخرة وعلى وعلى حسابهم الخاص. فكانوا ما يرضوش يحملوهم إلا لما تجيب لهم مذكرة من مصلحة الجبارك أنه مسموح تحملها، فهذا جابوا له مذكرة أنه يحملها الشركة الملاحية. حملها، ما عاد جابوش أمر، جاءوا يراجعوا عند وزير الداخلية، قال وزير الداخلية لا، ونزل التعميم، وأنه تلغى التصاريح السابقة الذي من الوزير السابق، كانوا يتذرعوا بأنه في ترخيص من وزير سابق، من الوزير السابق، كلام مش صحيح يعني. تمام. أخيرا بعدين أعطوا له تصريح بخمسين حاوية، بدأ فوق العشر، فوق العشر، 40 مقابل خسائره بعد ما اختطف ابن أخوه. يعني هذا الأربعين الحاوية اللي عادي ما تجي، يعني لما تجي عادها، والعشر الحاويات هذه اللي قديمة موجودة الآن 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 قبل عشرة خمسة أيام وسبعة أيام، لأنه في مكافحة تهريب صارمة ما رضيش تنزل للتهريب في ذباب والمخا. تمام. يعطي موافقة مبدئية لواحد تاجر اسمه عبد حسن باستيراد 1200 دراجة نارية، وجلس الثلاث أيام على الرصيف حق المخا، ما رضي يسرقون فلوها الهنجر على أساس يطلع يراجع، والحين راجع له عند وزير الداخلية، قد يحصل على أمر خلال اليومين. كيف ستباعد الدراجات ونلاحظ هذه الأيام في الشوارع يعني متابعة للمخا والحديدة، يعني بيهربوها بيقدروا يدخلوها منها. شكرا أستاذ عبد الغني. مشاهدينا الكرام، نحن نلاحظ القيمة كم هائل جدا من الوثائق والإثباتات والأدلة التي تثبت فساد متفشي، وفساد وصل إلى درجة يعني العبث بالمال العام. في ختام الحلقة أدعو الأخ محمد رئيس مصلحة الجمارك أن يكون ضيفنا في الحلقة المقبلة من برنامج ملفات، ليرد بكل ما في نفسه حول كل هذه الوثائق والإثباتات والأدلة التي تثبت تورطه وتورط من يعملون بحوزته في الجمارك ببلادنا، والتي وصلت إلى مليارات الدولارات. شكرا للأستاذ عبد الغني الحميدي، رئيس اللجنة المالية حاليا في هيئة الضالة الشعبية بجبهة إنقاذ الثورة. أستاذ عبد الغني، جهدكم جبار، ونتمنى أن تظلوا دائما رديف لكل هذا، لما يصلح من عبث في البلاد، وتحاربوه وتقارعوه، ونحن آملين فيكم كثيرا. حتى نلتقيكم بمشيئة الله تعالى في الحلقة المقبلة من هذا البرنامج. مشاهدينا الأعزاء، ملفات جديدة وحلقة جديدة، تابعونا في الأسبوع المقبل. دمتم بخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.